نشرة الأخبار من أورينت نيوز، أهلا بكم. نبدأها بأهم العناوين. الاحتلال الروسي يتراجع عن ترحيل المطلوبين من درعا، وهجوم على حواجز ميليشيا أسد في المحافظة. الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة النازحين في مخيمات شمال سوريا. قتلى وجرحى لميليشيا أسد بانفجار عبوة ناسفة شرق الرقة. ميليشيا حزب الله العراقي تتسلم صواريخ إيرانية في دير الزور، والكشف عن حملة تجسس عالمية تقودها ميليشيا حزب الله اللبناني. سماع دوي صفارات الإنذار في العاصمة الإيرانية طهران وسط ظروف غامضة. أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. أبلغ الاحتلال الروسي ميليشيا أسد في درعا تراجعه عن تهجير المطلوبين في مدينة طفس. وأضافت المصادر أن الاحتلال الروسي أوعز لميليشيا أسد أن المطلوبين سيتم اعتقالهم عن طريق عناصر التسويات دون دخول ميليشيا أسد لأي مدينة أو بلدة، في حين استهدف مسلحون مجهولون حواجز تتبع للميليشيا في كل من قرى وبلدات الملاحة الشرقية والغارية الشرقية، بالإضافة إلى استهداف حاجز القوس، كما تعرض المربع الأمني في مدينة نوى لاستهداف مماثل. وللحديث عن ذلك أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف حسام البرم، وهو باحث وصحفي من باريس. أهلا بك أستاذ حسام معنا في هذه النشرة. بداية، هل حدثتنا عن تراجع أو لماذا تراجعت القوات الروسية عن ترحيل العناصر الستة من طفس في درعا؟ أستاذ حسام هل تسمعني؟ نعم. أهلا بك مرة أخرى أستاذ حسام. سألتك عن السبب الذي دفع روسيا للتراجع عن ترحيل الأشخاص الستة من درعا من مدينة طفس. نعم، تحديدا بهذا الموضوع هناك عدد من العوامل تتبعها الروس في التعامل مع أبناء المنطقة. يسعى الروس من خلال ابتزاز أبناء المنطقة عبر قوات النظام وعناصره للوصول إلى قرارات محددة داخل هذه المنطقة. فكان السعي من خلال عملية الطلب من عملية رفع سقف المطالب وطلب عملية تهجير لستة من القياديين، أبرز القياديين في المنطقة، القادرين على إحداث تغيير حقيقي في معارك تلك المنطقة. هو سيطر المطلقة تقريبا على تلك المنطقة في إطار خطة يعدها روس منذ طرح التسوية منذ العام 2018. وبذلك التراجع تم بناء على ضغط محدد، وهو تغيير في موازين هذه اللعبة. يعتمد الروس في موازين لعبتهم أن هناك فقط سلاح خفيف وأناس غير مدربين غير قادرين على صد أي هجمة، فلم يتدخلوا، قاموا بترك النظام بقيام بهجمة فردية غير منسقة فقط من قبل النظام لوحده دون أي دعم من أي ميليشيات أو من أي استطلاع أو أي طيران أو شكل من أشكال الطيران، سواء درون أو طيران حربي. فقامت القوات المعارضة أو وفصائل التسوية بصد هذا الهجوم بشكل غير متوقع وإيقاع خسائر كبيرة في طرف قوات النظام، مما دفع الروس لإعادة حساب المعادلة في تلك المنطقة. نعم. إضافة لأمر أستاذ حسام، هل كان الهجوم على حواجز النظام المتكررة أحد الأسباب التي دفعت إلى هذا الأمر؟ نعم، كنت استطرد واذكر هذا الامر، ان اضافه الى هناك ثمان نقاط تم الهجوم عليها، ثمان حواجز تم الهجوم عليها في مناطق متفرقه وليست قيم فقط في المنطقه الغربيه. يعني لدينا في المليحه الشرقيه في ريف درعا الشرقي، وفي منطقه الغرايا في ريف درعا الشمالي الشرقي، وحاجز الصيد على الاستراد، والمربع الامني في مدينه نوى هو مربع امني يحتوي عدد من الافرع الامنيه، الامن العسكري وامن الدوله والمنطقه، فهو يعني ليس مقرا امنيا عاديا، ليس حاجزا فقط، بل مربع امني وتتردد الاشتباكات طوال الليل في مدينه نوى او قبل يومين. ايضا في سحم الجولان وفي كناكر في ريف دمشق، وسحم الجولان في القنيطره، وجبات الخشب في القنيطره، اضافه الى
مغر المية فيها القنيطرة، فبالتالي هناك القضية طفس، لم تعد قضية على مستوى محافظة درعا بل أصبحت على مستوى الجنوب، امتدت إلى القنيطرة وشمال القنيطرة وجنوب دمشق وريف درعا الشرقي. فبالتالي يجبر الروس بشكل أو بآخر، إضافة طبعا للتظاهرات التي خرجت في المزريب وفي طفس وفي تل شهاب، ترفض التحشيدات وترفض التدخل في المنطقة. ما أجبر الروس على إعادة حساباتهم، ولكن بتصوري أن العامل الأساسي والرئيسي هو ظهور السلاح المتوسط في تلك المنطقة وقيادة قدرة عناصر المعارضة وعناصر التقوية صد تلك الهجمات التي يقوم بها النظام. وصلت الفكرة الأستاذ حسام البرم الباحث والصحفي، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك. أكدت الأمم المتحدة أن الأطفال والحوامل وكبار السن يعانون من درجات حرارة منخفضة والتي قد تصل إلى التجمد في مخيمات شمال سوريا. وذكر نائب المنسق الإقليمي للمنظمة مارك كيتس أن عشرات آلاف النازحين تقطعت بهم السبل في المناطق النائية الموحلة، بالإضافة لانقطاع الآلاف عن الخدمات والدعم لأيام عدة، مشيرا أن المخزونات الغذائية والحاجات المنزلية جرفت بفعل الفيضانات، ما ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية. قتل عنصران من ميليشيا أسد شرق الرقة بانفجار استهدف عربة عسكرية كانا يستقلانها. وأوضحت مصادر محلية أن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة على طريق السبخة معدان شرق الرقة، وتم تفجيرها عن بعد أثناء مرور عربة عسكرية لميليشيا الدفاع الوطني، ما أسفر عن مقتل عنصرين تم نقلهما إلى مستشفى مدينة معدان. كشفت مصادر محلية عن تسليم ميليشيا حزب الله العراقي شحنة صواريخ أرض قصيرة ومتوسطة المدى إيرانية الصنع غرب دير الزور. وأضافت أن الصواريخ وصلت إلى محيط بلدة تبني وجرى إدخالها من معابر غير رسمية أو غير رسمية بين سوريا والعراق عبر شاحنات مدنية، لافتة إلى أن عدد الصواريخ بلغ 56 صاروخا. ويأتي ذلك بعد أيام على إفراغ ميليشيا فاطميون الأفغانية حمولة أسلحة من 4 شاحنات كبيرة مخصصة لنقل الخضار والفواكه في المنطقة. ذكرت شركة متخصصة في الأمن السبراني أن مجموعة قرصنة مدعومة من ميليشيا حزب الله اللبناني نفذت حملة تجسس عالمية. وأوضحت شركة كلير سكاي أن الحملة استهدفت شبكات اتصالات في عدة دول حول العالم، وتمكنت من اختراق أكثر من 250 خادما في الولايات المتحدة وبريطانيا ومصر والأردن ولبنان وإسرائيل. وأضافت الشركة أن حملة التجسس التي أطلقتها مجموعة أرز لبناني المعروفة بأنها وكيلة لحزب الله بدأت بالعمل مطلع العام الماضي قبل أن يتم اكتشافها من قبل خبراء. اكتشفت قوات الاحتلال الروسي ميناء قديما في مدينة طرطوس يعود إلى العصر الروماني، وذلك دون تنسيق مع نظام أسد، ما أثار غضبا واسعا في الأوساط الموالية. وأوضحت المديرية العامة للأثار والمتاحف في حكومة أسد أنهم كانوا ينتظرون تقريرا مفصلا من الجانب الروسي بخصوص الاكتشافات وإجراء مشاورات بين الطرفين بخصوص كيفية نشر هذه المعلومات. وكان الاحتلال الروسي فرض على نظام أسد ما أسماها اتفاقية للاستيلاء على ميناء طرطوس ل49 عاما. مددت الولايات المتحدة الإقامة القانونية المؤقتة لنحو 7000 سوري بسبب الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الروسي وميليشيات أسد وإيران في بلادهم. وأوضح القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي أن وضع الحماية المؤقت سيمدد لفترة 18 شهرا، مضيفا أن سوريا مستمرة في استيفاء المعايير بسبب الحرب، ومشيرا إلى عوامل تتضمن الاستهداف المتعمد للمدنيين واستخدام الأسلحة الكيماوية وشح المواد الغذائية والمياه.
أعربت واشنطن عن دعمها لحق الشعب اللبناني في الاحتجاج السلمي، في حين يسود هدوء حذر مدينة طرابلس بعد مواجهات شديدة. وفي السياق، أفاد الصليب الأحمر اللبناني بإصابة أكثر من 100 شخص، بعضهم نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين أسفرت مواجهات طرابلس عن احتراق عدد من المباني والمقار الحكومية، خصوصا مبنى بلدية المدينة. أفاد موقع إيران انترناشونال بسماع دوي صافرات إنذار لبضع دقائق غرب العاصمة طهران، وذلك وسط تضارب في الأنباء عن الأسباب، من بينها سقوط طائرة تركية في المنطقة. وبهذا الخبر نكون وصلنا معكم لختام هذه النشرة. لمزيد من الأخبار مشاهدينا يمكنكم متابعتنا على orient-news.net. نلقاكم في نشرات أخرى. إلى اللقاء.